والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ادهم. النهارده هنعمل تحدي بالسلايم. النهارده هنعمل تحدي بالسلايم. نشوف يا الله الصراحه انا ما عملتوش. انا اشتريته فيدوبك تعملوا لايك. هنعمل باتنين سلايم. اتنين سلايم اوكي. نعمل خمس حاجات تحديات بالسلايم. اول تحدي الوقت هيبدا ان احنا ان احنا نسمع صوت اوكي حلو. شويه فده ده دي 10/10 وده دي 9/10. دي 9/10 اوكي. هذا نكمل. يلا استنى احرس. اوكي رجعت لكم. كنت اجيب حاجة بس. يلا نكمل التحدي. التحدي التاني هنشوف اني واحد يتقل كده واللي يتقطع هيكون خسران. فنبدا بدا سريع. دي اتقطعت حته. شوف التانيه. دي اتقطعت كتير. فديها مديها 9/10 وديها مديها 7/10. فيلا نروح للتحدي التالت. اوكي التحدي التالت هنشوف. ايوه هنشوف مين اللي هيسيح. دي ساحت. كمل فقرتنا. يلا كمل فقرتنا. سامحني بس. اوكي يلا ونشوف التانية هتصيح ولا لا. اوكي دي ادي وحشة. فهم التحدي الرابع. ثانية التحدي الرابع. بس التحدي الرابع هنعمل ايه بقى؟ فكروا معايا. اوكي التحدي الثاني ان انا عارف. ايوه عرفت التحدي.
الثاني هنشوف ده انهي الاجمد وانهي الخفيف. الخفيف هو اللي هيكسب والاجمد هو اللي هيخسر. لا خلينا نشوف دي اجمد ودي دي ضعيفة. دي اللي كسبت لانها جامدة. احنا هناخد الجامدة بس. التحدي الخامس احنا اوريدي عاملينه. هحاول ارمي السلايم على الارض وهشوف مين اللي هيقطعها. حلو جميلة. الاثنين هديلهم 10 من 10. فيلا وهعمل اند دلوقتي في الفيديو. فاعملوا لايك على الشانل بتاعي واعملوا سبسكرايب واعملوا فولو على الانستجرام. اوكي فباي.